اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب اصول الكافي لثقه الاسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه وهذا الباب ايضا حول علم الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام، عنوان الباب باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكه والانبياء والرسل، هنا في هذا الباب احاديث متعدده عن الامام الصادق والامام الباقر عليهم الصلاه والسلام. مضامينها متقاربه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان لله تبارك وتعالى علمين. علما اظهر عليه ملائكته وانبياءه ورسله فما اظهره عليه ملائكته ورسله وانبياءه فقد علمناه. وعلما استاثر به فاذا بدا لله في شيء منه اعلمنا ذلك وعرض على الائمه الذين كانوا من قبلنا الحديث الثاني ايضا بهذا المضمون الحديث الثالث ايضا بهذا المضمون وكذلك الحديث الرابع عن الامام الباقر عليه السلام ان لله عز وجل علمين علم مبذول وعلم مكفوف فاما المبذول فانه ليس من شيء تعلمه الملائكه والرسل الا نحن نعلمه واما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل في ام الكتاب اذا خرج نفذ وهكذا الحديث الخامس أيضا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وأما البحوث المرتبطة بهذه الأحاديث الشريفة وكذلك توضيح هذه الأحاديث هو أن الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه عين ذاته وعلم الله سبحانه وتعالى غير متناهٍ لان ذاته المقدسه غير متناهيه ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق العلم وهذا العلم المخلوق الله سبحانه وتعالى سجله في اللوح المحفوظ والذي يعبر عنه في القران الكريم بأم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كما في سورة الرعد. وهناك لوح آخر. هذا اللوح هو لوح المحو والإثبات. وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى كما يشرع احكاما لمصلحة ثم ينسخ هذه الاحكام لمصلحة اخرى كما امر ابراهيم بذبح ابنه اسماعيل وبعد ذلك نسخ هذا الحكم فقال قد صدقت الرؤيا كذلك الله سبحانه وتعالى يقدر تقديرات لمصلحة ثم يمحو هذه التقديرات لمصلحة أخرى، كما في قضية قوم يونس، الله سبحانه وتعالى قدر عذابهم ثم قدر رفع العذاب عنهم، لما آمنوا الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عنهم ومتعهم إلى حين. فكما في التشريعيات يوجد نسخ كذلك في التكوينيات يوجد بداء. هؤلاء حينما عصوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا نبيهم يونس عليه السلام الله قدر عذابهم. لان المصلحه تقتضي عذاب هؤلاء الطغاة. لكن لما تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى وتابوا واستغفروا المصلحة تبدلت. فالله سبحانه وتعالى بدل التقدير إلى رفع العذاب عنهم. زين. في اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب دونت الأمور التي ستقع لا محالة. الأمور التي لا بداء فيها وسجل أن التقدير الفلاني سيكون وأن هذا التقدير سيتغير يعني في اللوح المحفوظ كان مسجلا أن الله سيقدر عذاب قوم يونس يونس وسيرفع العذاب عنهم لما آمنوا ففي اللوح المحفوظ يسجل ما هو متطابق مع علم الله الأزلي سبحانه وتعالى، وأما في لوح المحو والإثبات، في لوح المحو والإثبات تسجل التقديرات، سواء التقديرات التي تنجز وتنفذ، أم التقديرات التي ستتغير لمصلحة، في لوح المحو والإثبات التقديرات تسجل من غير ان يكتب ان هذا التقدير سينجز او ان هذا التقدير سيتغير. اما في اللوح المحفوظ لا يسجل ان هناك تقديرا وان هذا التقدير سيتغير او ان هذا التقدير سيمضي. لذا الله سبحانه وتعالى في آية سورة الرعد يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني البداء الذي يحدث هو محو يمحو الله ما يشاء سجل عذاب قوم يونس في التقدير في, في لوح المحو والإثبات ثم مسحه محاه يمحو الله ما يشاء ويثبت بعض هذه التقديرات لا تنجز. وعنده أم الكتاب، يعني واحد لا يتصور أن تغيير التقدير والعياذ بالله لجهل، فإن الذي يزعم الجهل على الله سبحانه وتعالى فهو كافر. لا وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب، اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. طبعا بحث البداء قد مر مفصلا في باب التوحيد، وقد ذكرنا ان البداء هذا السبب لتضرع الانسان ودعاءه ودعائه والتجائه الى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لان انت عندما تعلم بان الله سبحانه وتعالى يغير تشريعا قد تدعو الله سبحانه وتعالى ان يغير هذا التشريع، او تنتظر التغيير في النسخ، لذا في موضوع القبله الايه ماذا تقول؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها، لان رسول الله صلى الله عليه واله كان ينتظر هذا التغيير، لذا كان يقلب وجهه في السماء انتظارا وشوقا للوحي، في التكوين كذلك أنت عندما تعلم بأن الله كما قدر هو قادر على تغيير ذلك التقدير، تدعو إذا نزلت عليك مصيبة تدعو الله سبحانه وتعالى لكي يرفع هذه المصيبة. وإذا رأيت مصيبة قادمة تدعو الله سبحانه وتعالى ليغير ذلك التقدير، تدفع صدقة، تصل الرحم، تعمل بالصالحات كما أن قوم يونس هكذا فعلوا لما رأوا العذاب تضرعوا فرفع الله العذاب عنهم. اما بالنسبة إلى عذاب سائر الأقوام لم يحدث البداء. لماذا؟ لأنه لم يكن تضرعاً لهم أو العذاب جاءهم بغتة لم يدع لهم مجالاً للتضرع. زين إذا هذا اتضح نأتي إلى أحاديث هذا الباب. الله سبحانه وتعالى أنزل علوماً على أنبيائه. وايضا علم ملائكته علوما مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وعلم ادم الاسماء كلها الله سبحانه وتعالى علم ادم علم نوح علم سائر الانبياء وعلمك ما لم تكن تعلم فاذا الله سبحانه وتعالى علم انبياءه علوما جمه وكذلك علم الملائكة الملائكة مثلا المدبرات امره الملائكة الذين يدبرون امر هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى عزرائيل الذي يقبض الأرواح بإذن الله سبحانه وتعالى ميكائيل الذي يوزع الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا كثير من الملائكة الله سبحانه وتعالى علمهم هذه العلوم بموت الانبياء لم ترفع. هذه العلوم التي علمها الملائكه لم يحصر تعليمها للملائكه فقط. بل العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على الانبياء، هذه العلوم كلها علمها رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله يعني فالعلم الذي كان لآدم والعلم الذي كان لنوح والعلم الذي كان لإبراهيم والعلم الذي كان لموسى والعلم الذي كان لعيسى والعلم الذي كان لسائر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام هذه العلوم جمعها الله سبحانه وتعالى في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فأوحاها إليه وعلمها تلك العلوم أجمع ورسول الله صلى الله عليه وآله علم هذه العلوم أمير المؤمنين علي عليه السلام وهكذا من إمام إلى إمام وهي الآن مجتمعة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا؟ ذكرنا فيما مضى أن التفضيل يكون بشيئين أو أهم أمور ووسائل التفضيل العلم والتقوى الذي أكثر تقوى هو أفضل والذي أكثر علما هو أفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يُهدى إذن العلم والتقوى أهم وسائل التفضيل، وحيث إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وأفضل الخلق أجمع، لذلك الله سبحانه وتعالى جعله أعلمهم. وما من علم انزله على الانبياء الا وعلمه رسول الله محمدا صلى الله عليه واله، لماذا؟ لانه اذا ادم عنده علم لنفرض ولم يكن ذلك العلم عند الرسول محمد صلى الله عليه واله لكان في ذلك المقدار ادم افضل. والله سبحانه وتعالى ما اراد ذلك. اراد ان يكون الرسول محمد صلى الله عليه واله افضل الانبياء وافضل الخلق. وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام، لان الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله جعل الائمه افضل الخلق، افضل من الانبياء وافضل من الاوصياء. إلا الرسول محمد صلى الله عليه وآله فهو أفضل الأولين والآخرين إذن فلأن الله سبحانه وتعالى أراد تفضيلهم بعد رسول الله لذا جمع جميع تلك العلوم لهم هذا من جهة من جهة أخرى الأنبياء أفضل من الملائكة، ولو المعتزلة عندهم كلام أن الملائكة أفضل من البشر جميعًا، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله علم الأنبياء ما لم يعلم الملائكة، فهذا التفضيل الأول. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فآدم أفضل منهم لأنه كان أعلم منهم ولأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يسجدوا له ولو كانوا أفضل من آدم لما أمرهم بأن يسجدوا له. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول استكبرت ام كنت من العالين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى كان قد خلق انوار محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام وجعلها محدقه بالعرش. فالله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة وأمر إبليس ولم يكن من الملائكة كان من الجن ففسق عن أمر ربه أمرهم بأن يسجدوا لآدم لم يأمر محمدا وآل محمد بأن يسجدوا لآدم لأنهم أفضل منه لذا الله حينما يخاطب إبليس يقول أستكبرت أم كنت من العالين أنت من أولئك العالين الذين هم أعلى درجة من آدم فلذا لم يؤمروا بالسجود له ام لا اصبحت متكبرا مستكبرا اذا الانبياء والائمه هم افضل من الملائكه ونفس الكلام اللي ذكرناه في علوم الانبياء وعلم الرسول محمد صلى الله عليه واله يجري في علوم الملائكه وعلوم الرسول محمد والائمه عليهم الصلاه والسلام إذا الملائكة لهم علم ليس ذلك العلم لرسول الله وليس ذلك العلم للأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في ذلك العلم في ذلك المقدار أفضل والله سبحانه وتعالى ما أراد أن يكون مخلوق أفضل من رسوله محمد صلى الله عليه واله وأفضل من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فلذلك أي علم أنزله الله إلى الأنبياء، وأي علم أوحاه إلى الملائكة الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه وآله وأعلم الأئمة بذلك العلم. فبذلك العلم متساوون مع الأنبياء والملائكة، والله فضلهم بعلم لا يكون ذلك العلم للأنبياء وللملائكة. وهذا من أسباب تفضيلهم. زين. الملائكه مطلعون على لوح المحو الاثبات اللوح الذي مكتوب فيه التقديرات او بعض الملائكه ماذا يحدث فيه من البداء من تقديرات جديده من تغيير تقديرات الملائكه لا يعلمون بذلك الأنبياء لا يعلمون بذلك، وذلك مسجل في اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، وذلك لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. زين الله سبحانه وتعالى يغير تقديراً. يوحي هذا التقدير إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله، هذا التغيير. ويعلم الائمة بذلك سواء في ليلة القدر او في ليالي الجمعة كما مر في حلقات ماضية. الله سبحانه وتعالى يلهمهم بذلك او يحدثهم عبر ملك. الملك يكون واسطة لنقل هذا العلم لهم. فإذا بهذا البيان يتضح معنى هذه الأحاديث. إن لله تبارك وتعالى علمين. يعني خلق علمين علم سجله في اللوح المحفوظ وعلم سجله في اللوح المحو والإثبات واما علم الله سبحانه وتعالى فهو عين ذاته وهذا العلم ليس قابلا للانتقال لانه هو ذات الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ان لله تبارك وتعالى علمين يعني خلق علمين علما اظهر عليه ملائكته وانبياءه ورسله هذا العلم الذي مسجل في لوح المحو والاثبات لذا نشوف يونس عليه السلام الله اطلعه على لوح المحو والاثبات فعلم بان هناك تقدير لتعذيب قومه انزال العذاب عليهم لكن لم يكن مطلعا على ما في اللوح المحفوظ من ان هذا التقدير سيتغير يعني سيغيره الله سبحانه وتعالى بسبب توبتهم وتضرعهم ولذا لما لم ينزل العذاب الله سبحانه وتعالى يقول وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه. لما راى هؤلاء لم ينزل عليهم العذاب غضب، فخرج وظن ان الله سبحانه وتعالى سوف لا يضيق عليه، لكن الله ضيق عليه. فألقي في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجل مؤمنين علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه لما ذكرنا جميع العلوم التي نزلت إلى الأنبياء والملائكة الله سبحانه وتعالى اوحاها الى رسوله محمد صلى الله عليه واله. والرسول علمها الائمه عليهم الصلاه والسلام وكذلك في ليالي القدر وليالي الجمعه. وعلما استاثر به. العلم الثاني ما هو مسجل في اللوح المحفوظ. هذا العلم الله سبحانه وتعالى خص نفسه به. هذا العلم لم يظهره على الأنبياء وعلى الملائكة، الله في اللوح المحفوظ كان مسجل أن التشريع بذبح إسماعيل، وأن هذا التشريع سينسخ، لكن ما خبر إبراهيم، لأنه إذا كان إبراهيم يعلم بأن هذا الحكم سينسخ، ما كان هناك مجال للإمتحان، الله أراد أن يمتحن إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح في الامتحان. بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. وعلما استأثر به. زين هذا العلم المستأثر في اللوح المحفوظ، فيقول الإمام الصادق: فإذا بدا لله في شيء منه أعلمنا ذلك يعني الله ما هو مسجل في اللوح المحفوظ إذا غير التقدير حسب ما مسجل في اللوح المحفوظ يخبر الأئمة إما في ليلة الجمعة وإما في ليلة القدر أعلمنا ذلك وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن الأئمة الماضين الخمسة أصحاب الكساء الرسول وفاطمه والحسن والحسين وامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام، هؤلاء افضل من سائر الائمه. زين فاذا الله سبحانه وتعالى في العصور اللاحقه قدر تقديرا جديدا، وعلم بذلك الامام الحي. زين يكون علمه اكثر من الائمه الماضين. والله لا يريد ذلك لان اولئك افضل. فبدأ بأولئك أول يعني يعلمه رسول الله صلى الله عليه واله ثم الأئمة الماضين واحدا بعد واحد ثم يعرضه على الإمام الحي وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا الحديث الثاني هكذا بنفس هذا المضمون ونفس هذا الألفاظ الحديث الثالث أيضا نفس قريب بهذا المضمون ايضا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان لله عز وجل علمين علما عنده لم يطلع عليه احدا من خلقه وعلما نبذه الى ملائكته ورسله فما نبذه الى ملائكته ورسله فقد انتهى الينا. هنا استعمل كلمه النبذ نبذه. وعاده النبذ يستعمل في الشيء القليل. نقول نبذه يعني شيء قليل. يقال مثلا في رأسه نبذ من الشيب يعني قليل من الشعر الأبيض يسير. أو مثال آخر يقال بأرض كذا نبذ من المال يعني شيء يسير. العلم الذي أوحاه الله إلى الأنبياء والملائكة هو كثير جدا ولكن بالنسبة إلى علم الله لا شيء. شيء يسير جدا لان علم الله غير متناهي، واي شيء متناهي مقابل اللا متناهي كلا شيء، افرض مثلا انت مليار، مليار كثير، لكن المليار مقابل اللانهايه لا شيء، لذلك الله سبحانه وتعالى عبّر عنه بالنبذ. الحديث الرابع والخامس أيضًا بنفس هذا المضمون لكن ألفاظ مختلفة عن الإمام الباقر إن لله عز وجل علمين: علم مبذول، هذا علم على الابتداء لذا صار مرفوع. علم مبذول وعلم مكفوف، مكفوف يعني ممنوع. الله سبحانه وتعالى منع اولياءه من الانبياء وال والملائكه بالاطلاع عليه. فاما المبذول فانه ليس من شيء تعلمه الملائكه والرسل والرسل الا نحن نعلمه. واما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل في ام الكتاب اذا خرج نفذ يعني لا تغيير فيه. لا بداء فيه. وهكذا الحديث الخامس. اذن نحن نعلم بان الله سبحانه وتعالى علم رسوله وبذلك فضله وعلم الائمه وبذلك فضلهم فلذا علينا ان نتبعهم لان الله سبحانه وتعالى اعطاهم هذا العلم فاذا خرج علم منهم وخرج شيء من المعلومات او ما يسمى علم من غيرهم إحنا لدى التعارض أنت تتمسك بعلمهم لأن علم غيرهم إذا عارض علمهم فذلك العلم باطل ولذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل في علوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفتهم والاتباعهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين